لما نقول أخطأ مرتين هي مش بمعنى كلمة أخطأ، ولكن لم يحالفه التقدير في المرتين، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يفهمنا كما فهمها سليمان عليه السلام، أراد أن يفهمنا نحن أنه نبي ملك، ولكن هذا ما حدث حتى ننتبه أنه مهما كان الشخص في أكتر من نبي وملك، في أكتر من كده إيه تاني يعني، لكن لا يوفق. إيه قصتين يا سيدي بقى؟ القصة الأولانية أنه دي اللي بقى فهمناها سليمان، أنه في راجل ماشي بالغنم بتوعه، وبعدين في مزرعة كده راحت داخلين الغنم هوب كلت اللي في المزرعة كله، فحصل مشكلة بين صاحب المزرعة وصاحب الغنم. يعملوا ايه؟ يروح للملك يحكم بينهم، الملك النبي بقى فيش احسن من كده. فسيدنا داود سمع الحكاية قال لا، الراجل بقى ايه صاحب المزرعة اللي ضاع منه الحاجات دي ياخد الغنم ده. فسيدنا سليمان سمع الحكم فقال له يعني بأدب بقى، أدب الأنبياء وابن الملك ولي العهد بالأدب، قال له أنا ليه رأي يعني في الحكاية؟ قال له إيه رأيك إنه صاحب الأرض المزرعة ياخد الغنم دوت يستفيد من لبنه ومن صوفه طول الفترة اللي صاحب الغنم بيزرع الأرض، لغاية ما الأرض دي تطلع ثمارها يرجع صاحب الغنم ياخد غنمه ويرجع صاحب الأرض لأرضه. فده طلع قال له أنت بقى هو ده الحكم المظبوط. فبإذن هنا سيدنا داود لم يوفق، والله الحكاية واضحة زي الشمس، إن ربنا بيحكي لك عشان ينبهك إنه أوعى تضغط. ملك نبي إيه تاني؟ مفيش تاني، ولكنه لم يوفق في اختيار الحكم المناسب.